والصلاة والسلام على رسول الله. نبتدي بالجملة الشهيرة باشمهندس عمرو عادل الليثي، وهي يا باشمهندسين يا متعلمين يا دكتور علم دارس. بصراحة باشمهندس عمرو عادل من أفضل الشخصيات المحترمة في قمة التواضع، قابلتها في مجال التنفيذ، شهادة لله بدون مبالغة. بالنسبة لمحتوى الكورس الله يبارك له ويجزيه عنا خير الجزاء، كل البنود بند بند، بشرح كل حاجة بتفاصيل التفصيل، يعني ونشكره على سعة صدره ورحب ان احنا بنسأل في اي حاجة وكل جزئية ما بتأخرش عنه، سواء في الكورس او خارج الكورس. واجمل ما في الموضوع ان المحتوى تقيل جدا، يعني كثيف وكويس جدا، يعني تطلع انت من الكورس هتبقى عندك ثقة في نفسك. لو انت ما نزلتش موقع قبل كده اصلا، حتى لو نزلت بيطلع عندك ثقه في نفسك كويسه جدا تقدر تواجه بيها. والباشمهندس برضه بيتكلم عن المحتوى العلمي وعن الحياه الخارجيه برضه في الموقع، وانك ازاي تتعامل مع الصنايعي والاستشاري وبعض المواقف اللي بتحصل، وده ما اجمل ما في الامر. يعني برضه بجانب محتوى الكورس بيخلي عندك مدى الرؤيه اللي بعد كده الوضع هيتم معاك ازاي، وايه المشاكل اللي انت ممكن تقع فيها وبينبهك عنها. مثلا الحداد اللي ما شغلش يروح، ما تشتريش خشب، ما تشتريش خشب، دي من بعض الحاجات. تمام، والسلام عليكم.